فنذر المباح كما سلف يدخل في ضمن كفارة النذر كفارة يمين، وفيها خلاف. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النذر المباح لا كفارة فيه إذا لم يفي، كأن يقول نذر علي أن ألبس هذا الثوب أو أن آكل هذه التفاحة، فإنه لو لم يلبس أو لم يأكل فلا شيء عليه، لحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ونذر أن يصوم وأن لا يتكلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليستظل، هذه أشياء مباحة ما أمروا بكفارة. لكن لما أتى إلى الصوم بما أنه نذر طاعة قال وليتم صومه، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن يمكن أن يقال إن الكفارة في نذر اليمين ثبتت بأحاديث أخرى، ثبتت بأحاديث أخرى، منها الحديث الذي ذكرناه كفارة النذر كفارة يمين. وعلى كل حال يحتاط الإنسان ويخرج الكفارة. ثم أيضا إن أريد بهذه الأشياء التي فعلها أبو إسرائيل أريد بها التعذيب أو ما شابه ذلك، فإن مثل هذا منهي عنه، مثل الصمات إلى الليل منهي عنه، تعذيب الإنسان نفسه منهي عنه. لكن ما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله إلا لأن هذه أشياء مباحة، وإلا لو كانت معصية ما كان إراد هذا الحديث له معنى عنده.